مساكم فللي. اليوم من أهم المراحل في البناء هي اختيار المقاول الصح، المقاول المثالي اللي يقدر ينفذ لك الخريطة على أرض الواقع بكل أمانة بكل احترافية. اليوم نقول وراء كل فلة جميلة مشروع جميل صروح الخير، ما شاء الله تبارك الله، خبرة أكثر من 15 سنة. ناخذ جولة الآن على بعض الأعمال اللي نفذتها صروح الخير. هذه الفلة الجميلة طبعا من تنفيذهم، طبعا ماخذين المشروع هذا من بدايته إلى تسليم المفتاح، ما شاء الله تبارك الله وجمال الشغل. دائما يقول لك اسأل مجرب ولا تنسى الطبيب، يعني أنت لما تجي تبغى تشتغل مع مقاول روح وزور مواقع إلى المقاول، اسأل عنه، شوف مراحل العمل حقه، شوفه لما ينتهي من العمل، اسأل صاحب الفلة كيف كان تعامله. ويانا السيد فتح العوامي صاحب الفلة يعطيك العافية. الله يعافيك. منزل مبارك إن شاء الله. الله يبارك فيك. خبرنا كيف صروح الخير، مرونتهم، التزامهم بالمواعيد، المشاكل، خذ راحتك. والله بصراحة أنا أول ما بدأت أفكر في إنشاء البيت يعني كنت متحير أي مقاول أمشي معاه، كان يهمني أولاً اللي هو الجودة، الصدق في المواعيد، وكذلك إيش اسمه يعني التعامل الكويس مع العميل. وكيف تجربتك؟ ما شاء الله الحمد لله رب العالمين، يعني من غير مجاملة أنه يعني صروح الخير يعني أنا أعتبر من أفضل المقاولين، كان عنده سهولة في التعامل، وسواء كان في بعض التعديلات أو الشغلات هذه كان في عنده اللي هو تعاون، جودة العمل، إشراف على طول، فنيين كانوا على مستوى جيد. ما شاء الله تبارك الله. وهذه الفلة من الداخل شوفوا كيف جودة العمل، خباين الشغل راقي، وهذه فلة أخرى أيضا من تنفيذ صروح الخير، طبعا نفس الشيء هذا المشروع أخذوه من بدايته إلى تسليم مفتاح. أصور لكم كذا بعض التفاصيل إلى الفلة، ما شاء الله تبارك الله. من هذه الفلة تصميمها كلاسيكي جميل جدا ورائع. من الأشياء الجميلة اللي لفتت انتباهي هذا الدرج نزلنا على القبو، وهذه بركة السباحة في القبو، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. يعني صروح الخير قدرت تنفذ الخارطة على أرض الواقع بكل احترافية بكل مثالية، ما شاء الله تبارك الله. عامل هنا صاحب الفلة متحف كده مصغر، ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم، يعطيكم العافية. يعطيك العافية سيد، منزل مبارك إن شاء الله. خبرنا صروح الخير كيف التزامهم بالمواعيد، عملهم، احترافيتهم، تقييمك لهم. ما شاء الله، وعلى قولتهم شهادتي مجروحة فيهم. أنا حقيقة اللي شفت منهم كل خير، عمل باحترافية، نظافة شغل، يعني حاضرين حتى لو في أغلاط والله حاجة على طول يحلوها ما يتأخروا فيها، عندهم مرونة. يعني في مرونة؟ نعم في مرونة. والدقة في المواعيد؟ والدقة في المواعيد، سوينا البيت يعني في زمن، ما أقول زمن قياسي بس الستاندرد ممتاز، يعني كان خلال ما شاء الله كان في التزام في الوقت، اوكي العمال دائما موجودين، كفاءتهم ممتازه، اشرافهم متواجد، اشرافهم كان في مكتب هندسي ومكتب كذلك مهندسين موجودين في صروح الخير، كانوا متعاونين دائما في زيارات ما بين التفاهم على الخريطه وهذا. الله يعطيك العافيه. وكان يعني التنفيذ خلال 3 سنوات، يعني كان البيت كبير شويه وفي تفاصيل ما شفت. اي ما شاء الله تبارك الله، التفاصيل واضحه، كنا احنا دقيقين في التنفيذ يعني. منزل مبارك ان شاء الله. الله يبارك، الله يبارك لك. وهذه الصاله ما شاء الله تبارك الله، بصراحه ابدعوا صروح الخير. شوف كيف هنا التصاميم حق السقف. انتقلنا على موقع آخر، هذه عمارة سكنية، هذه كلها تنفيذهم. وهذه الشقة السكنية من الداخل، ما شاء الله تبارك الله، عمل احترافي، دقة في التنفيذ. طبعا مو فقط أعمالهم الأعمال السكنية، لا عندهم أيضا أعمال تجارية، مشاريع تجارية يشتغلونها.
خلصنا من تغطيتنا الميدانية لصروح الخير وانتقلنا الآن إلى موقع الشركة، ناخذ لقاء سريع كده مع المدير العام والمالك إلى صروح الخير الأستاذ السيد موسى الخضراوي. أسعد الله مساك سيدنا. الله يسعد أيامك حبيبي. ممكن الآن الكثير يسأل هالشغل وهالدقة كيف الأسعار حقهم؟ حبيبي قياسا بمستوى الجودة والدقة في العمل أسعارنا في متناول اليد، ليست بالطويل الشاحق ولا بالقصير اللاصق، أسعار مناسبة جدا. الله يعطيكم العافية، شكرا جزيلا. الله يعافيك.